الامر الاخر ان يبيت الانسان النيه الصالحه في الاستمرار بالعمل والطاعه والعباده فالمسلم لا يجوز له ان يتعامل مع ربه جل وعلا تعاملا موسميا فقط ثم يهجر الجمع والجماعات ويهجر الصلوات او يتخلف عنها او ينسى هذه العبادات التي اثبت هو اثبت في شهر رمضان انه قادر على كثير من العبادات وقادر على انه يمتنع عن كثير من المعاصي والمنكرات أثبت هذا عملياً ولذلك اللهم بارك صام ثلاثين يوماً إذاً قادر على أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض قرأ القرآن وختمه مرات إذاً هو قادر قادر على ختم القرآن في بقية الأيام وإنما كان هذا دافع عدم القراءة الكسل ووسوسة الشيطان قام الليل اللهم بارك إذاً هو قادر على قيام الليل ولذلك يعني ليس لعمل المسلم غاية في دون الموت وهذه المواسم هي تعطينا نشاط وقوة حتى أن نستمر في العمل الصالح ولذلك أوصي أخواني وأخواتي بالاستمرار في العمل وشكر الله عز وجل وحمده على ما من, من, من هذا الموسم الكريم